طيب القصه بقى بتاعت كاس العالم. يا استاذ يوسف طلعت الاشاعه بتاعت ان النقابه والايد هم اللي منزلوا، هم اللي منزلين البوستات دي، هم اللي بينزلوها. ده اللي مزعلني جدا يا استاذ يوسف، هم اللي منزلين ده. النقابه، والنقابه ملهاش حاجه عشان توقف ويجز. اكتر من مره بقالي شهر ونص وانا بكلم اخويا الاعلامي بقول لك انا جات لي فتره عملت مؤتمرات كثيره وظهرت ظهور اعلامي مكثف، فجات لي فتره قلت احترم نفسك، ابعد شويه، انا في النهايه راجل فنان، خليك اعطي لزمايلك من المجلس ومساحه ان هو يتكلم. يعني لما نكون واخدين قرارات محتاجه النقابه تتكلم، عندي الدكتور محمد عبد الله راجل مثقف وراجل رئيس اللجنه الثقافيه، وكان دوره في الفتره اللي فاتت قال لي انه ثلاث سنين مهمش جدا، الراجل ما كانوش بيستخدموه رغم انه راجل موسيقي في من اشطر موسيقيين مصر، راجل مثقف جدا. فابتديت اقول لهم يا جماعه انا هجيب ورا شويه من المداخلات الاعلاميه عشان انا ظهرت كتير ومش عايز اكون كده يعني يا استاذ يوسف. هدي مساحه للزملاء. ادي مساحه لزملائي، بس كنا اتفقنا من فضلكم حاله التضارب اللي كانت بتحصل قبل كده والمهاترات اللي كانت بتحصل قبل كده، خلينا لما نطلع الاستاذ يوسف بيسال في حاجه معينه الزميل اللي هيطلع يرد، هو ده قرار نقيب العام والمجلس. أيوة. مش وجهه نظر شخصيه. صح. بعدت جدا عن الاعلام وبعدت فتره، ويمكن دي زعلت ناس كتير مني، وكنت اللي بقدر اقنعه واقول له معلش يعني انا بحترم نفسي شويه، ما انا مش هفضل اطلع اللي دخلت مستشفى اتكلم عنها، واللي اتجوزت اتكلم عنها، واللي اتطلقت اتكلم عنها. انا يعني مش عايز النقابه كمان تبقى في الحته دي يا استاذ يوسف. معاك. النقابه اكبر من كده وقيمتها اكبر من كده، والمفروض نعمل مداخلات في قضيه زي القضيه اللي حضرتك بتكلمني فيها دلوقتي، لما نوصل لاحتكاك مباشر لراجل بيمثل مصر في كاس العالم ايا كان هو مين. على راسي انا مصطفى كامل بتاع تسلم الايادي، انا مصطفى كامل بتاع وقت الشدايد، انا مصطفى كامل بتاع ربنا وياك يا ابني، انا مصطفى كامل اللي مصر بتجري في دمي من 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 ضفر رجل لشعر راسي.